السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج صوتكم. نستمع إلى تعليقاتكم ومشاركاتكم من خلال أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمام حضراتكم بعد قليل، وأيضا من خلال خدمة الواتساب التي تقدمها قناة الرافدين، والتي تتيح لكم أن ترسلوا لنا رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا في هذه الحلقة إن شاء الله. طبعا استكمالا لقضية المظاهرات في العراق وقضية ارتفاع عدد الشهداء والجرحى وكذلك الاعتقالات الحكومية، حملات اعتقال حكومية واسعة تشنها القوات الحكومية بالإضافة إلى الميليشيات، اعتداءات على قنوات فضائية، اعتداءات على الصحفيين وعلى المتظاهرين بالطبع، كلها تحدث في العراق وسط تصريحات الحكومية أقل ما توصف بأنها غريبة وغير منطقية لما يحدث الآن في العراق، نظرا لأنهم يغردون خارج السرب في تصريحاتهم التي تنافي الحقائق وتنافي الواقع. وسنتطرق إلى حديث وتصريحات برهم صالح رئيس الجمهورية قبل قليل والنقاط التي أو بعض النقاط التي ذكرها في كلمته أو خطابه. نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود، ابقوا معنا. تكتمنا رأي تخاف ما تدري عدم طلقاتك تلقاهن بصدري. أنا من القماط أحلام المبيوقات، أنا الكون كله يسولف بصبري، أنا اللي الشغل ما عنده كروى يروح، أنا القائدك سكينته بنحري. هي حكاية وحدة وما تصير اثنين، واحسبها علي جوعان ويهذري. أنا وتاج راسك ما يصير نعيش، لازم ينوخذ لو عمره لو عمره. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. إذن في مدينة الديوانية مركز محافظة القادسية انطلقت مظاهرات في شارع المسطر وسط إجراءات أمنية مشددة، وكذلك طالب المتظاهرون بإقالة المحافظ وقائد الشرطة في المحافظة ورفع مستوى الخدمات وتوفير فرص عمل للشباب وإنهاء سيطرة الفاسدين على المشهد السياسي في العراق ومحاسبتهم على فسادهم. وكذلك أغلقت القوات الحكومية الطرق المؤدية إلى مبنى المحافظة لمنع المتظاهرين من الوصول إليه. طبعا مسؤول أمني أقر بتنفيذ قوات وصفها بالخاصة عمليات اعتقال واسعة طالت ناشطين ومدونين ومشاركين في المظاهرات. كذلك بحسب المسؤول فإن القوات الأمنية أو قوات أمن خاصة لا تتبع لاستخبارات الجيش وقوات مكافحة الإرهاب وما يسمى أمن الميليشيات نفذت عمليات دهم للمنازل واعتقالات في مناطق مختلفة من الصدر والبلديات، مدينة الصدر والبلديات وأحياء أور والشعب والتنك والحسينية والعامل والشعلة. قوات خاصة مجهولة الهوية بحسب المصادر الأمنية، وهذه تصريحات حكومية كذلك تتحدث عن قوات على أساس أن هي مجهولة الهوية، ولا نعلم كيف دخلت هذه القوات في ظل النظام الأمني الموجود في بغداد وكثرة السيطرات الأمنية ونقاط التفتيش وكذلك كاميرات المراقبة وكل هذه الأجهزة وكل هذا الحديث عن إنفاقات على أجهزة وتسليح. كيف يمكن لهذه القوة أن تدخل إلى بغداد وتنفذ هذه الحملات، اعتداءات واغتيالات واعتقالات، وكذلك هذا النفي من قبل الحكومة بأجهزتها وقطاعاتها المختلفة حول القناصة أو الميليشيات التي تطلق النار المباشر على المتظاهرين والتي أدت إلى سقوط كثير من الشهداء والجرحى. من هي هذه القوات التي لا تعلم الحكومة من تكون؟ وكيف تقبل الحكومة أن تكون هذه القوات متواجدة تطلق النار على المتظاهرين إن كانت كما تدعي هي تحافظ أو تحاول الحفاظ على سلمية المظاهرات وكذلك تحمي المواطنين؟ من هذه القوات التي أسقطت أكثر من 107 شهداء، أكثر من هذا الرقم، الرقم طبعا في تنامي مستمر؟ من هي هذه القوات التي قتلت كل هؤلاء كما تقول الحكومة طبعا، ولم تتدخل الحكومة من أجل معرفة من هي أو إلقاء القبض عليها أو ملاحقتها أو معرفة من الذي يقف وراءها؟ إن كانت فعلا حكومة عبد المهدي صادقة فيما تقول هي وأجهزتها الأمنية. معنا السيد عيسى من ألمانيا، تفضل. نعم أستاذ العزيز، السلام عليكم وعلى قناتكم الكريمة. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيكم يا أستاذ العزيز. يا أخي الكلام كبير والفاسدين أكبر،
يعني حشاكم انتم، حشم اقول بوجهكم، يعني حكومه هذا الحشاكم، وانا ما اريد اغلط واتجاوز، خاف عيب عليكم صراحه، ولا يستاهلون مو بس غلط ومسبه، لانه حكومه يا اخي مصت دم الانسان العراقي. الله شاهد ورسول يا اخي، ذولي المفروض مكانهم المحرقه يا اخي، مكانهم النار ذولي. يعني انا بس عتبت على ثلاثه بالعراق، ولو هم انا بالنسبه لي ما انتمي لا لطائفه ولا لهذا ولا لاي شيء، بس انت يا مقتدى يا سيستاني يا هيئه العلماء المسلمين اطلعوا يا اخي انتم، يعني لا تحشون كلمه كل الشعب يثور. هيئه علماء المسلمين خرجت ببيانات توضح حقيقه الانتهاكات والجرائم يا سيد عيسى، مواكبه للاحداث ومستمره ببياناتها وتقاريرها. بخير، انا ما جعت على فد جهه، انا ما عندي عداء مع جهه معينه، بس انا عتبت عليهم انه عوف هيئه العلماء المسلمين، انت يا سيستاني، انت يا مقتدى، انت يا ملائكه، استغفر الله، احشوا يا اخي، قولوا يا شعب اطلع يا اخي، يا اخي انت عندك علم، عندك علم، انا اليوم جايبوا قنوات، عندك علم، يعني اليوم قناه كسروا هاي ان ار تي ما اعرف ايش، كسروا الاجهزه هم واحتقلوهم، وطفل صغير اليوم انا جاي اطلع على القنوات، انا يوميا اطلع على القنوات، طفل صغير عمره ما يقارب العشر سنين لزموه الحرس وباسطيه وضاربيه، ليش؟ على انت سنت بالمظاهره. يعني عيب على عادل عبد المهدي، وعيب على الحلبوس، وعيب على عليكم انتم كلهم، استحوا شويه يا اخي. الشعب جوعان، بمكان ما تبطون كنا في الراتب، تقول له اعطيك بالشهر 105، شنو ال 105؟ انت تقبل؟ قل له ابنك ياخذ 175 الف بالشهر. سيد عيسى، برهم صالح رئيس الجمهوريه يقول: استهداف المتظاهرين بالرصاص والاعتداء على وسائل الإعلام أمر غير مقبول. يعني ماذا يعني أمر غير مقبول؟ والله يكذب على نفسه أستاذ العزيز، ليش يكذب على نفسه؟ من قتل هم المظاهرين؟ أمي طلعت من المقبرة وقتلتهم، لو أنتم جاي تقتلون بهم، من قتلهم؟ إيش التناقض والكذب هذا؟ أنتم جاي تطلعون ناس جاي يقتلون هاي المواطنين البسطاء الفقراء اللي طلعت من جوحها من ضيمها، عمي ناس الله شاهد، ناس جاي تتغدى ما تتعشى، ناس تتعاطف عليها اللي عنده امكانيه. يعني مع الاسف الشعب العراقي كلها الامكانيه والنفط والخيرات وكل الخير به، بس شعب جوعان، ليش؟ لانه اللي حكمه فاسدين، عيب عليهم. عمي قل له استحوا استحوا، حتى الرئيس الامريكي انتقدكم، قال انتم ما عندكم حمايه نفسكم، شلون تحمون شعبكم؟ عيسى اشكرك للمشاركه، كنت معنا من المانيا، معنا السيد ابو علي من واسط. ابو علي تفضل. أبو علي، فقدنا الاتصال مع السيد أبو علي. مشاهدينا الكرام، طبعا مصادر صحفية قالت أن القوات الحكومية أصدرت أوامر باعتقال عشرات الناشطين والصحفيين في بغداد ومحافظات عراقية أخرى بسبب تغطيتهم للمظاهرات. عندما نتحدث ونقول أنه الحرية مقموعة في العراق وحرية التعبير عن الرأي أمر مرفوض بالنسبة لهذه الحكومة وكل الحكومات السابقة، أمر هو لم يأتي من فراغ وليس تصريح من أدمغتنا. ما يحدث الآن على أرض الواقع في العراق وما شاهدتموه من اعتداءات على قنوات فضائية عربية ومحلية على مكاتبها وتكسير أجهزتها واعتقال كوادرها، هو أمر إن دل على شيء يدل على أن حرية التعبير، حرية نقل الحقائق في العراق، أو مبدأ نقل الحقيقة في العراق هو مبدأ مرفوض بالنسبة لهذه الحكومة. تأتي ميليشيات ترتدي زياً ليست عليه أي معالم لنعرف من أين جاءت، لكنها في النهاية ترتدي زي شبيه بالزي الحكومي، وتقوم بالاعتداء على الكوادر واعتداء على القنوات الفضائية بالمكاتب، وكذلك اعتقال للموظفين وتكسير أجهزة وتحطيمها. من الذي يقف خلف هذه الأمور والانتهاكات؟ من المستفيد؟ الحكومة أطلقت النار على المتظاهرين، يمكن بسهولة أن يربط ما حدث الآن من انتهاكات للصحفيين، اعتقالات أو مكاتب أو قنوات فضائية بما تفعله السلطة. في النهاية الطرف الحكومي هو رافض للشعار المرفوع إسقاط النظام، الشعب يريد إسقاط النظام، هو مبدأ مرفوض من قبل الحكومة، وبالتالي لا نستغرب ربما إن كانت هذه الجهات الغير معلومة التي دخلت إلى هذه المكاتب وحطمتها واعتقلت صحفيين أن تكون مرتبطة ارتباط وثيق بالسلطة الحاكمة. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل. السلام عليكم أستاذ عمر، تحية إلى وعليكم السلام شعبنا في قناة الرافدين، تحية إلى شهداء العراق، شهداء الانتفاضة، شهداء الحق والحرية. أستاذ عمر، يعني اليوم هذه الانتفاضة دلت على أنه هذه الانتفاضة هزت عروش، مو عرش واحد، عرش رئيس الجمهورية، رئيس وزراء، رئيس برلمان، حتى عرش إيران
اليوم تغريدة خامنئي عندما قال أنه هذا الشباب أو الانتفاضة أو الثوار يريدون أن يفرقوا بين إيران والعراق، هذا دليل على أنه هنا شهوة الشعب الحقيقي للعراق. نعم. كانوا هم يستمعون فقط للسياسيين اللي هم تبع لإيران. نعم. كذلك التغريدة الثانية اليوم أو التصريح الثاني للفياض عندما قال أنه الحشد مستعد أن يحبط أي محاولة انقلاب أو يعني أو تغيير لنظام الحكم. نعم. هذا دليل على أنه كما قلنا سابقا وكنا كتبنا بالجرائد الإلكترونية أن الحشد هو عبارة عن حرس ثوري إيراني مصغر في العراق. نعم. هذا اليوم ظهرت الحقيقة، وظهرت أنه الآن بدأوا يشعروا بالتهديد من هؤلاء الشباب. لا صحيح، يعني الشباب بس أريد أفهم. نعم. يا أبو علي من حضرتك، شنو هي المطالب اللي ممكن توافق عليها السلطة؟ يعني طلعوا الناس بمظاهرات عن الخدمات لم تستمع إليهم، خرجوا بمظاهرات عن البطالة والفقر الموجود في العراق لم تستمع إليهم، خرجوا بمظاهرات لإسقاط النظام أيضا لم تستمع، بالعكس بل ازدادت في طغيانها. طيب ما الذي تريده هذه الحكومة من المتظاهرين حتى تقول بأنه سنستجيب إلى هذه المطالب؟ أي مطالب طيب التي وعدوا بالاستجابة إليها؟ لا يوجد الثاني، هو اسقاط نظامهم. لذلك تلاحظ كل السياسيين اليوم ساكتين، كل السياسيين اليوم ما حشوا، الدليل على انه عرفوا انه هذه الانتفاضه هي لاسقاط نظام. احنا مثل ما قال الاخ عتبنا، قال ان يتبع على الستان وعلى الصدر، ما احترام وتقدير للمراجع الدينيه كل الاعراب العراقيه. احنا بصراحه يعني ايد من اهل الاديان، ما نقول ما نحدد اسم. نعم. لكن معقولة أكو أشخاص موجودة، يعني إحنا نعتبرهم مستقلين. نعم. يعني ممكن هم أفضل السيئين الموجودين، يعني وين هم اليوم طلعوا؟ فايق الشيخ علي من يقوم بس يطلع ويسب بالهذول بالسياسيين الموجودين، بعد مو هذا وقتك غير تطلع؟ زين الأستاذ النجيفي اللي طالع برا مو فوضو أنتم تطلعون وتحشون؟ أياد علاوي أنت ليها السنايم؟ يعني إيش وقت؟ أبو علي، يعني أبو علي. نعم. مدينة الصدر في بغداد سقط بها أكثر من 15 شهيدا وأكثر من 40 جريح. في أحد المقاطع اللي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خرج أحد المتظاهرين من مدينة الصدر وقال: نرفض أن تسمى هذه المدينة مدينة الصدر مرة أخرى، عفوا، لأنه الصدر يرى أبناء هذه المنطقة التي تسمى على أسماء عائلته تقتل والناس تستشهد وهو لم يتدخل، معتكف ملتزم الصمت. هذا الاعتكاف دليل على انه خافوا من هذول الثوار. استاذ عمر هذول يعني اليوم تجي السياسيين ليش هذا الصمت؟ لانهم اساسا خايفين من الثوار. هذا لاول مره في العراق، مع احترامي لكل العراقيين، لاول مره تظهر ثوره عراقيه ماكو احد حركهم. لان عرفوا هم الان حقيقتهم، ما لهم احد بالشارع. لذلك استخدموا الرصاص الحي، استخدموا العنف، استخدموا السجن، الميليشيات. انا شاهد عيان وهذا انا المسؤول عنها. نعم. ابو علي من واسط مسؤول عنها. قوات بدر صعدت الى السطوع في مدينه الناصريه وقامت بقنص اثنين، يعني مو بس اثنين، قصر الاثنين اللي هم الشرطه الواقفين والشباب المنتفضين. نعم. لكن اقولها يعني الحكومه اللي تتركين على عقولنا لو عقول العالم، تقولون اصابه 120 رجل امن، شلون انصابوا؟ اذا هم سواه كل شيء ما عندهم شيء، شلون انصابوا؟ نعم. ابو علي اشكرك للمشاركه. نعم. وضحت حبيب. الفكره، شكرا جزيلا لك. معنا السيد يوسف من السعوديه، تفضل. يوسف بدايه اخفض صوت التلفاز يا يوسف. السيد يوسف من السعوديه، هل تسمعني؟ الو، اسمعك يا يوسف، تفضل. معك السلام عليكم. وعليكم السلام، وطي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون يا يوسف. خيرك محمد، حياك الله، اهلا وسهلا، تفضل يوسف. يوسف هل تسمعوني؟ يا كلمة الشعب العراقي. نعم. ايها الشعب العراقي العظيم. ألو، أسمعك يا يوسف، تفضل.
يبدو أن الاتصال غير واضح مع السيد يوسف. يقول أحد المشاركين، نقرأ بعض الرسائل المشاهدين الكرام لأنها تأتي تباعا الآن. أحد المشاركين يتصل، ونكرر مشاهدين الكرام هذه الخدمة غير متاحة للاتصال، هي خدمة رسائل نصية فقط، سنقرأها في هذه الحلقة وأي حلقة قادمة. خدمة الواتساب غير متاحة للاتصال عن طريق الواتساب. في طيب، نأخذ بعض الاتصالات ونعود مرة ثانية إلى الرسائل بعد قليل. معنا سيد سعدي من ألمانيا، تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشكركم على البرنامج هذا، حياكم الله، والتغطية المستمرة على الثورة هاي اللي تصير بالعراق. نعم. أوجه كلمتي يعني شقين، واحد للرؤساء العشائر أول شيء، وللمرجعيات. نعم. يعني آلاف السنين تقولون للعالم ثورة الحسين، والحسين ما حد ما نصره، وهاي وهاي الحسين 400 حسين انقتل البارحة وهذا الأسبوع، ولا واحد بيهم حرك ساكن. نعم. معناته حتى لو بزمن الحسين هذول المعممين موجودين كانوا تخاذلوا ويا الحكومة وحطوا ذيولهم بين رجليهم وبعدوا بالبيت. رؤساء العشائر، أي واحد بيهم تدوس على طرف التكرمون تشلب مالتهم ينصبوا لك 100 خيمة ويفاصلوك مربع. نعم. زين، هاي معروفة يمنا بالعراقيين. يومية أعراضهم تنتهك وأولادهم ينقتلون بالشارع، ولا واحد بيهم حكى وحرك ساكن. نعم. يعني هذول العشائر كلهم مستفيدين من الحكومة ويعرفون إذا الفاضة من الشعب العراقي راح يسحلوهم بالشارع، وهاي الجكسارات والفلوس اللي شهرية يأخذوها من الحكومة راح تنقطع. نعم. أخي، الشعب العراقي الوحدة هسه ما عنده غير الله. نعم. والله وحده الناصر الظالم، وهاي الثورة إن شاء الله رب العالمين راح ينصرها، ودماء الشهداء ما راح تروح هدر. نعم. ومذهب ودين هذول اللي نازلين للشارع عراقيين. نعم. ماكو غير لون. احنا كليتنا مسيح، عرب، اكراد. انا اصلي من العرقيه الكرديه. نعم. بس احس ويا هذول اللي رايحين اكثر، يعني احنا بالسليمانيه ما ناقصنا هواي شغلات مثلهم. نعم. بس اهل عزيز لازم توضحون هاي النقطه. كلهم متخاذلين، المرجعيات كلهم اولاد ايران، ما يقدرون يحجون ويحركون ساكن ابدا. اصلا السستاني احتمال تحت إقامة جبرية ويا الصدر، ما يقدرون يحكون. طيب. يعني هذا على ذمتي هذا الكلام، ومو على ذمة البرنامج مالتكم. نعم. ولكن فقط اتخاذ هذا كاتل أولاد الجنوب بالعراق، وإن شاء الله ينصرهم رب العالمين. شكرا جزيلا سعدي، كنت معنا من ألمانيا. معنا الصحفي علي من الديوانية. علي تفضل. دائما حياك الله زميلي، تحية لك وتحية لي. أهلا وسهلا علي. علي، أود منك أن أعرف مزيد من التفاصيل أنا والمشاهدين الكرام عن ما يحدث في مدينة الديوانية، ما الذي تعرض له أو يتعرض له الصحفيون وكذلك المتظاهرون على مر هذه الأيام الملتهبة خلال خمسة أيام أو أكثر من خمسة أيام. مرت مدينة الديوانية بأحداث عصيبة جدا. ابتدأ المتظاهرون بالتظاهر السلمي أمام أو بالأحرى لم يصلوا باليوم الأول في مبنى الحكومة المحلية. نعم. القوات الأمنية بقطع الطريق الرابط ما بين الجسر الذي يربط الصوب الأول بالصوب الثاني. نعم. مما حدث لهنالك انفعال واستفزاز من قبل القوات الأمنية. نعم. قاموا ب يعني ضرب المتظاهرين بالهراوات والعصي والكهرباء وغيرها، مما ولد يعني استنفار لدى المتظاهرين، وقاموا بدفع القوات الأمنية ورميهم بقناني الماء. هذا الأمر ابتدأ منذ اليوم الأول، لكن لم تكن هنالك ضحايا. نعم. مجرد هنالك يعني إصابات في صفوف المتظاهرين وفي صفوف القوات الأمنية. نعم. اليوم الثاني كان هنالك رد من قبل القوات الأمنية على المتظاهرين من خلال الرمي العشوائي وقنابل الغاز المسيلة للدموع، ومن خلال استخدام الرصاص المطاطي على صفوف المتظاهرين، مما ولد أيضا ضحايا
في اليوم الأول وصلوا هل كان المشهد بالنسبة للمتظاهرين يستدعي أن يطلق الرصاص الحي عليهم من قبل القوات الحكومية؟ يعني هل رفعوا سلاح؟ يعني هل ارتكبوا أعمال عنف؟ نعم، نحن كصحفيون في مدينة الديوانية تواجدنا بين صفوف المتظاهرين. نعم. لم نجد شخص يحمل سكين، لم نجد شخص يحمل سلاح، لم نجد شخص يحمل مولوتوف. نعم. بل كان المتظاهرين يعني أو بالأحرى كانوا حتى ملابسهم الفانيلة ينزعون هذه الملابس لتمنع الدخان من الدخول إلى أنفهم مما يولد حالة إغماء وغيرها. نعم. فكانت أجسادهم يعني واضحة على من خلال الصورة وتواجدنا داخل صفوف المتظاهرين. نعم. بل بالأحرى لا يمكن أن نقول هنالك لا يوجد مندسون، هذا الأمر لا يعنينا باعتبار أن هنالك جهاز استخباري بالمحافظة وهو من يجب أن يحدد إذا كان هناك مندس أو غير مندس. نعم. لكن الأغلبية وما رأيناه من خلال صفوف المتظاهرين لم يجد ولم نلاحظ هنالك شخص واحد على الأقل يحمل سلاح أبيض أو سلاح متوسط. نعم. أو سلاح خفيف، كانت يعني سلمية واضحة جدا. لكن ما ولد الأزمة هو اليوم الأول خلال تدخل القوات الأمنية وضربهم للمتظاهرين بشدة من خلال الهراوات والعصي الكهربائية. الحكومة تقول بأنها لم تعطي الأوامر لقواتها بأن تضرب المتظاهرين. طيب، حضرتك في الديوانية وتقول بأن القوات الحكومية هي التي أطلقت النار والغاز المسيل للدموع، ماذا يعني أن تقول الحكومة بأنها أو تنفي أن قواتها اعتدت على المتظاهرين؟ واقعية وأكثر واقعية من الشارع. نحن وردتنا معلومات قبل أسبوع من خروج التظاهرات، قالوا سيكون هنالك قمع لكل صحفي ولكل متظاهر ولكل شخص يخرج في هذه التظاهرات، وحدث بالفعل ما قالوا لنا من خلال مصادر خاصة. نعم. قالوا جاءتنا توجيهات من الحكومة بقمع هذه التظاهرات أو بالأحرى تفريق هذه التظاهرات، لأنها تظاهرات حسب ما يقولون هم مدعومة من الخارج ومدعومة من جهات إقليمية ومن جهات خارجية ومن ولديها أجندات، هذا ما سمعناه قبل. هل رفع غير العلم العراقي في الديوانية يا علي؟ لم يرفع أي علم عراقي لم يرفع أي علم سوى العلم العراقي في مدينة الديوانية، ولم يرفع أي شيء بوجه القوات الأمنية سوى العلم العراقي، لكن الرد كان قاسي مما ولد حالة غضب لدى الشارع الديواني. نعم. وحصيلة هذا الغضب في الديوانية ولد أكثر من 9 شهداء. نعم. بين المتظاهرين وصفوف القوات الأمنية، أعتقد هنالك منتسب في القوات الأمنية وضابط، وأكثر من 7 أو 8 أشخاص من المتظاهرين. نعم. السلميين. علي أريد أسألك أيضا الموضوع، إذا تسمح لي عذرا المقاطعة، لكن أود أن أستغل الوقت مع حضرتك قدر المستطاع. علي، حضرتك صحفي وطبعا يعني تنقل لنا ما يحدث في مدينة الديوانية وتخشى على حياتك أيضا بسبب القمع، لماذا يتم تكميم الأفواه في العراق وهم يتحدثون عن وجود حرية للتعبير وديمقراطية والدستور ينص على أن التعبير حق مكفول؟ لماذا إذن هذا القمع؟ وكما تفضلت، وليست فقط شهادة حضرتك بل الكثير آخرين في محافظات أخرى أثبتوا بالمقاطع المصورة وأثبتوا بوثائق كذلك وإثباتات عملية أمام الناس أن لا يوجد ما يدعو إلى استخدام هذا العنف من قبل الحكومة سوى خوفها على مكانها، لماذا يقمع الصحفي وهو مجرد ناقل للحقائق؟ قناتكم الموقرة إلى تدخل أممي وتدخل لمنظمات المجتمع المدني ومنظمات الحقوق حقوق الإنسان يعني إنقاذ ما تبقى من الصحفيين العاملين والمهنيين في العراق. ما شاهدناه خلال الأيام السابقة هنالك قمع واضح وضرب وسب وشتم وانتهاكات طالت صحفيين مهنيين في الديوانية، ومن ضمنهم يعني صحفيين كفر في الديوانية، لا نستطيع أن نذكر أسماء. لكن هذا القمع جاء أساس يعني هنالك فيديوهات قد قامت يعني الكوادر الصحفية والإعلاميين في الديوانية قاموا. نعم. بتوثيق هذه الفيديوهات. نعم. مما ولد أزمة لدى القوات الأمنية وقامت بالرد من خلال مصادرة المعدات، من خلال أخذ بطاقة الذاكرة الرام الخاصة بالكاميرات. نعم. وقاموا أيضا ب يعني الاعتداء على صحفيين كثر في الديوانية. نعم. سب، شتم، ضرب، والغريب بالأمر أن كل من اعتدى على الصحفي. نعم. كان ملثم، لا توجد جهة معينة تعتدي على صحفي ويمكن للصحفي أن يرفع
دعوة قضائية ضد هذه الجهة. كل من اعتدى على الصحفيين كان ملثم وتحت أنظار قيادة الشرطة الديوانية. هذه نقطة مهمة يا علي، هذه نقطة مهمة جدا، أن الملثمين الذين لا يحملون أي شعار على ملابسهم هم يأتون أمام أنظار القوات الحكومية، هذه نقطة جدا مهمة حتى لا يبرر للحكومة ما تفعله من انتهاكات. بالضبط، كانت ملابسهم سوداء ويحملون السلاح المعروف بالبومبكشن، السلاح الذي يوضع فيه أكثر من طلقة نارية مما يولد حتى لا، يعني هذا سلاح لا يصيب شخص بل يقتل مباشرة، يعني باعتبار أنه الطلقة الواحدة تتشظى إلى أكثر من طلقة. صحيح، كانوا يحملون هذا السلاح، وأيضا كانوا يلبسون فقط الدروع يعني اللون البيجي والخوذة، أما كامل ملابسهم ولا توجد عليهم شعارات سوى اللثام الأسود والملابس السوداء. علي، في آخر الحديث مع حضرتك، أتمنى إن كانت لديك القدرة حضرتك أو أي صحفي آخر من الديوانية، طبعا نحن نخفي المعلومات حفاظا على أرواحكم ونعلم ما تعانونه هناك، أي إن كانت هناك قدرة لإرسال المقاطع التي تستطيعون أن ترسلوها أو تستطيعون أن تجعلوها تظهر على شاشات التلفاز، إن كنتم تستطيعون أن ترسلوا لنا هذه المقاطع فبإمكانك ونرجو منك ذلك لتوثيق حقائق ما يحدث في العراق. السيد علي من الديوانية، أنا أشكرك شكرا جزيلا، صحفي كنت معنا من مدينة الديوانية. وطبعا مشاهدينا الكرام، السيد علي وهو له كل الحق طبعا بإخفاء هويته الحقيقية خوفا على حياته من ما قد يتعرض له من قمع حكومي أو غير حكومي في العراق، طالما فقد الأمن يستطيع أي شخص أو أي جهة أن تفعل ما تفعل الآن. وكما نتابع واستمعنا إلى حديث السيد علي، القوات التي هي قوات ملثمة ترتدي زيا أسود وغير معلومة من أين تفعل وترتكب انتهاكاتها أمام أنظار القوات الحكومية، يعني حتى لا يطلع سعد معا أو غيره يبررون ما يحدث للمتظاهرين أو ما يحدث للصحفيين أو للمكاتب والقنوات الفضائية على أنها جهات مجهولة. هذه الجهات تدخل وتخرج أمام أنظار القوات الحكومية وتفعل انتهاكاتها وترتكبها أمام أنظار هذه القوات التي لا تحرك ساكن. معنا السيد علي أيضا صحفي من لوكسمبورغ، تفضل علي. حياك الله حبيبي. أهلا وسهلا. اليوم إذا تسمح لي أريد أطلع عن رتابة الكلام الإنشائي والكلام الصحفي، لأن الموضوع بصراحة يندى له الجبين. أخي العزيز، اليوم الشعب العراقي دي يتعرض إلى أبشع قمع، أبشع قتل بطريقة بربرية وحشية لم ينزل بها بسلطان. أستاذي العزيز، وصلتني بعض الفيديوهات من العراق، طبعا أنا خارج العراق، يعني تعرف يعني أنت المقيم خارج العراق، يعني صدق بالله من نام الليل من نام. زين، وصلتني فيديوهات دا أحاول أرسلها لصفحتكم بس ما دا أعرف الطريقة شلون، يعني على أي العزيز، على أي صفحة حضرتك دا تحاول؟ على صفحة موقع الرافدين، ما أعرف أكو فد خدمة جديدة، راح خدمة أنت ترى موجودة وبإمكانك على موقع ترى. الفيسبوك، على موقع الفيسبوك. طريقة أسهل، قناة الرافدين الفضائية باللغة العربية، تفضل. تمام، هسه بس أخلص المكالمة من عندك راح أرسل لك إياها كل المقاطع. أخي العزيز اسمح لي أوضح لك صورة. تفضل. عادل عبد المهدي هذا المجرم هو الذي يأمر بقمع المنتفضين، هؤلاء ليسوا متظاهرين صدقني أخي العزيز. التظاهرة انتهت في أول يوم عند سقوط أول شهيد. هؤلاء منتفضين وناس سلميين نزلوا إلى الشارع، يعني يريد أبسط حق من حقوقه. أكو واحد يقول أنا كروة تاكسي ما عندي. أشخاص استشهدوا، خلنا نقول على يد هؤلاء الحثالات المجتمع استشهدوا، يعني لقوا بجيب الشهيد 1000 دينار وموبايل بدون رصيد. زين يا أخي، يا أعتذراني اليوم مدى، يعني صدقني مشاعر الغضب اللي بداخلي، يعني ما أعرف شلون أوصلك. هؤلاء مجرمين. أريد أسألك طيب، أريد أسأل حضرتك على تصريح لرئيس الجمهورية برهم صالح الذي قال لا شرعية لأي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات الشعب العراقي، يعني منطقيا تفسير هذا التصريح
برأيك نعم. يعني شنو معناه أنه لا شرعية لأي نظام سياسي لا يحقق تطلعات الشعب؟ ما الذي تحقق من المظاهرات حتى هذه اللحظة؟ أخي العزيز، أولاً أخليني أجاوبك على سؤالك. هو هذا ومن فمك أدينك. نعم. يعني هو ديدين نفسه لأن ما حقق أي شيء لا هو ولا القبلة من تطلعات الشعب المسكين. نعم. هاي أول شغلة. ثاني شغلة، هاي رسالتي من خلال منبركم أرد أوصلها. تفضل. برهم صالح هو يجد التمثيل المسرحي. نعم. فأنصح أن يترك رئاسة الجمهورية ويذهب أن يمثل مسارح موجودة بالعراق هو يقدر يمثل بيها. زين. هذا نعم. هذا الشعب 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 وعى، الشعب صحى، الشعب بعد ما تفرق سنة وشيعة اللي هم جابوها. نعم. زين يا أخي العزيز، هؤلاء يعني حثالات أخي، حثالات. ومن منبركم الشريف، من منبركم الشريف، أتمنى كل عراقي، كل عراقي يفتخر بعراقيته أن ينزل للتظاهرات، أن ينزل لهاي الانتفاضة. الموظفين يا أخوتي اسمعوني، لا تداومون، سووا عصيان مدني. نعم. سووا عصيان مدني. مقتدى الصدر، وينك مقتدى الصدر؟ هاي مدينتك دا تقتل، مدينتك تقتل، المدينة اللي باسم أبوك وانت ساكت تذهب إلى إيران وغير إيران. نعم. علي أنا أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد عمر من بغداد، تفضل يا عمر. عمر. ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، تفضل عمر. أخوي يعني ما أريد أزيد كلام على هم، دول عبارة عن شلة من الشرادم. يعني هو من وحكوا على مقاطعة البحرين. نعم. وأنه شعب لأنه مثل الشعب مو قاعدين يرمون عليه. خالي بطال. نعم. هذي أسمعك. يعني هم شايلين المتظاهرين شايلين أسلحة. نعم. هم دي يريدون مطالب. وثانيا الحلبوسي من يطلع تقول له يعني هيطبق القوانين ويعين العراق ويسوا هاي الأمور، هاي كلها وعود طبعا كاذبة، هاي الوعود. نعم. هذا حبر على ورق وهو مو صحيح يقول هذا. طيب تمام، ليش سكتوا لعد 16 سنة إذا هم فعلا يريدون ينفذون شيء؟ هو هنا السؤال. يعني هم الشباب. نعم. أعمارهم كلها دون هم حيسوفون طبعا القضية ومندسين فالفياض يقول شو اسمه طاس إنه شخص المندسين وكذا. أي مندسين؟ نعم. أي مندسين أخوي؟ وهي بعد هاي الوضعية مالتهم الكثيفة. نعم. يعني ماكو داعي بعد تحجيب غربال. نعم عمر أشكرك، كنت معنا من بغداد. شكرا جزيلا عمر، وأعتذر منك الصوت فيه خلل، وضحت الفكرة بشكل عام. شكرا جزيلا عمر، كنت معنا من بغداد. معنا محمد من بغداد، تفضل محمد. محمد نصل صوت التلفزيون رجاء، تفضل محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. محمد حياك الله، تفضل. حبيب الغالي. حياك الله، أهلا وسهلا. حبيب الغالي، أنا كلمة واحدة أريد أقولها. نعم. أريد الشعب كله وقفة واحدة. مو ناس تخاف على مصالحها، مو موظفين تخاف على مصالحها، قاعدة وكم بريء قايم بالساحة متظاهر. نعم. أريد الشعب على حيله. أنا موظف وذاك موظف وذاك موظف ما يطلع وكلها قاعدة وخاف على مصالحها تنضرب. لا، هذا الشعب عراقي، هذا كله متوحد. نعم. كله يريد يتوحد توحيد واحد. يعني مع الأسف مرجعيتنا تشوف هالقتلة العالم الأبرياء تموت. ليش؟ نعم. ليش يا مراجعنا؟ ليش 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 أريدكم إيد بيد وقومة واحدة والحمد لله على كل شيء. شكرا محمد، نتمنى من صوتك ورسالتك تكون وصلت مشاهدينا. نعطي مرسلي الرسائل حقهم قليلا في قراءتها. قبل أحمد نقول السلام عليكم ورحمة الله. إيران الفارسية والميليشيات لديها عصابات غير معروفة للأجهزة الأمنية، ليس لديها أي ضوابط لعملها. مهمتها الأساسية تنفيذ عمليات الاغتيال السياسي والتفجيرات. محمد الخلف في رسالة أخرى
معذرة. رسالة أخرى، أحد الأشخاص أرسل صور. رسالة أخرى لدينا، محمد السيد من هولندا يقول: أرجوكم أظهروا المنشور، نحن بحاجة إلى ربيع عراقي لطرد المراجع الأربعة إلى أوطانهم الذين سلطوا علينا قائمة 169 وخمس خمسات أو ثلاث خمسات عفوا والدستور. في رسالة أخرى يقول: السلام عليكم، أي استجابة من مطالب المتظاهرين كذبة من السياسيين لإسكات أصوات الثورة، وإن شاء الله دماءهم متروح حدر، وأي سياسي بالعراق أو خارج العراق داخل هذه العملية السياسية كلهم سراق دماء وأموال. ومدينة الصدر نرجو أن تدعوها مدينة الثورة، لأن اسم الصدر لا يشرف أهل المدينة. زينب من لندن، شكرا زينب. معنا أحمد. أحمد تفضل، من بغداد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أحمد حياك الله، أجك الرائع، وأحب أشارك في البرنامج. أنا أحد المتظاهرين من إحنا من طلعنا باليوم الأول. اليوم مظاهرات لسلمية، الجيش اعتدى علينا ومكافحتنا وبقينا إحنا مسالمين إلى آخر لحظة. سلينا عقدة بمجلس النواب يوم السبت ورحنا إحنا المتظاهرين، أنا خليت المجلس النواب. نعم. يعني كان أذقان ضحك على أذقان، يعني محمد الحلبوسي يعني الرجل ينطي مخدرات للشعب هذا. نعم. نسوي 100 وحدة سكنية، زين أنا 100 وحدة سكنية تنبني بأسبوع وبعشر أيام، 100 وحدة سكنية يراد لها مدارس، يراد لها مجاري، يراد لها ماء، الشرطة يراد لها واي خدمات. يا أحمد، محمد الحلبوسي الذي وعد بمليون وظيفة، مليون فرصة عمل، طيب مين مليون فرصة عمل وانت عندك زيادة بأعداد الموظفين الحكوميين وفق الأرقام الحكومية، وكذلك عجز بالموازنة وديون على العراق، مين حيوفر فلوس ورواتب لمليون موظف؟ هذه بالنسبة لمحمد الحلبوسي رئيس مجلس النواب العراقي، نعم، أسس حزب التقدم اللي حضرتكم كلكم تعرفونه دي محافظات، انتفض الشعب فخاف على حزب اللي صار، نعم، فقام يخدر بالمواطنين. زين انت من تفتح تعيينات من 18 سنة لل 25 سنة، نعم، ليش ابو الخمس عجز وقعد، ابو الاربعين سنة عجز وقعد، يا اخي من هاي الحكومة ملينا كلها بطالة والله. نعم. العظيم تجارات أمورنا تعبانة ووضعنا حيل تعبان والله. مستمرون بالمظاهرات يا أحمد؟ شاركت بالمظاهرات، دخلت المجلس النواب. مستمرون؟ ويا مستمرون احنا، وحكيت نعم محمد الحلبوسي فقلت له استاذ أسألك سؤال، احنا الطبقات التعبانة، انت حضرتك اذا ابنك العمان تعالجه، نعم تعالجه، قلت له انت هي تاكل من مالد وطاب، واحمد يا اخي زيد الحصه رجع الحصه مثل قروات من تريد حسني، انا احل لك الموضوع، انطي حد بطاق، نعم يملك راتب عن نفر 50,000، يعني اذا عائله متكونه من احمد وضحت الفكره. احمد اشكرك، اعتذر منك، لدينا متصلين ينتظرون. سامي من بغداد تفضل. سامي محمد حياك، حضرتك حياك الله محمد. انا بحاول كم نقطه على السريع. نعم محمد، تذكر صدعوا روسنا بالنظام البائي في 91، نعم، يسوون احتفالات على على على, على الانتفاضه الشعبانيه، وما تشوف كلها تلغي صلح المالكي وغيرها وكل هالميليشيات هاي. نعم. وبعدين يستلمون السلطه هم نفسهم، وبعدين يقتلون شعبنا المظلوم على خبز وعمل وسكن. نعم. يوجهون بنادقهم بهالصوره. يا اخي العزيز هذول كلهم مجرمين حرب، يعني مبين المساله يعني كلش واضحه يا استاذ محمد. نعم. ثاني لو سامح هذا شلون قال ما نعطيها هالشكل، هذول يكرمك الله الا يعني مو بس بالقنادر، هذول يعني لازم يعني شو اقول لك، يعني ما يطلعون يقول لك تعال هذا احنا سوينا هذا الحج الشعبي مثل سالفه
الحرس الثوري وتعال تعال فيك زود تعال لنا بالله عليك يا استاذ محمد. العراقي مو السلاح موجود بكل مكان، السلاح متوفر بكل مكان، وروح للبصرة ما يحتلون العراق كله بالسلاح الموجود بالبصرة. بس الناس طلعت سلمية. بشوف شوف الخباثة ما دول يكرمك الله الكلاب زين جايبين المعارضة الإيرانية تقول جابوا فريق كامل من إيران محمد رسول الله وبثوه فوق العمارات والأسطح وين هاي الطيارات هاي المسيرة؟ ما يقدر يشوفوا هذا اللي فوق العمارة؟ كتلوا الشرطي وكتلوا المظاهر في سبيل حتى يسوون فتنة. وبعدين شنو هالسالفة هاي المندسين؟ العراق مليان سلاح، روح السوق المراجي هسه أجيب لك ألف رشاشة. صدق شنو يبدو أنا مندسين وواشنو كذا؟ بس أنا خطية طلعوا على مود يعني هي في القوة 15-16 سنة من هالظلم هذا وشعبنا ما يعني ما يريد شيء غير بس شيء بسيط. نعم سامي أشكرك للمشاركة مع السيدة أم يوسف من بغداد، نستمع إلى رأيها. تفضل أم يوسف. فقدنا الاتصال. السيد أبو الحكم من برلين تفضل. أبو الحكم يعني أسمعك، حياك الله. الله يسعدك. تحية لك للقناة والمشاهدين. أهلا وسهلا. أعتقد بعد مرور 6 أيام من المظاهرات لازم نوعا ما نحلل ونقيم شنو اللي صار بهالست أيام. أهم شيء اللي صار بهالست أيام هو أنه جزء كبير من الشعب العراقي اللي كان مخدر بمسألة أنه هذه الحكومة تدافع عن مصالح طائفة معينة أو غيرها، هذا الموضوع انتهى الآن. لأن الحكومة الآن هي بنفسها تطلق النار على نفس الناس اللي هي تدعي حمايتهم. هذا المشهد صحه كثير من الناس خاصة في جنوب العراق على حقيقة هاي الحكومة وحقيقة ما حقيقة كان يشوفها أطياف أخرى من الشعب العراقي، وكان جزء كبير من العراق مغيب عنه بسبب التغذيه الاعلامي المحلي والدولي. فهذا اهم منجز احنا لازم نركز عليه، انه الحكومه قتلت الطائفيه اللي كانت هي سلاحها الوحيد للحكم في العراق. طيب السيد ابو الحكم، اود ان اسال حضرتك بعض الاسئله بخصوص خطابات السياسيين وكذلك آخر تصريح لبرهم صالح. يعني كلهم أجمعوا على وجود مندسين، كلهم أجمعوا بخطاباتهم على أن المظاهرات ليست لإسقاط النظام وإنما لمطالب، همشوا الشعار الأهم والأكبر المرفوع. كذلك يتحدثون بتصريح تصريحات غريبة. برهم صالح يقول لا شرعية لأي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق تطلعات الشعب، ويقول التظاهرات كانت بسبب البؤس والفساد، والفساد المالي والإداري عرقل فرص التقدم، وأخيرا المحاصصة الحزبية والفئوية سبب نزيف العراق. يعني لم يأتي بجديد، بل بالعكس أدان نفسه وحكومته ببعض التصاريح، منها أنه لا شرعية لأي نظام سياسي لا يعمل على تحقيق طموحات العراقيين. ما الذي حققوه؟ عجيبة أنه هذه الحكومة تخرج إلى العلن حتى تهدئ الناس، وفي نفس الوقت الكلام اللي تقوله والنقاط اللي تثيرها هي نفس النقاط اللي الشعب طلع بسببها. وهنا هو سحب الشرعية من نفسه، وهذا الموضوع اللي أنا أركز عليه. يعني لما أقول لك أنه الدولة اللي تدعي حماية شيعة آل البيت وهاي السوالف اللي كانوا ينصبون بها على الناس تطلق النار على المتظاهرين، اليوم هي نفسها سحبت أي شرعية كانت تدعيها. احنا لا ننسى هاي الحكومة اللي موجودة حاليا ما حد انتخبها. 12% هاي مسألة لازم نذكر العراقيين بها، 12% فقط كانت المشاركة بهاي الحكومة. هذه الحكومة غير شرعية من الأساس، وإجت هسه النوب راحت أطلقت النار على المتظاهرين. هاي المسألة انتهت، يعني هي الحكومة نفسها أنهت السلاح بفشلها، أنهت السلاح اللي كانت تعتمد عليه. في سؤال الأخير لكم سيد أبو الحكم، فالح الفياض وعلي خامنئي في تغريدته وقادة الميليشيات في تصريحاتهم والقيادات الأمنية لمحوا أو ألمحوا إلى أن فكرة إسقاط النظام هو أمر مرفوض تماما، وهذه الأيادي الخفية التي أشاروا لها التي تعبث كما يصفون بالعلاقة بين إيران والعراق كما وصفها خامنئي، وكذلك فالح الفياض الذي شبه هدد الناس بأنه سيكون هناك قمع
أو مرفوض الأمر لمن يريد أن يهدم هذا النظام. طيب ألا تعني هذه إشارات واضحة لمزيد من القمع ربما سيكون أقوى من الذي شاهدناه في الستة أيام الماضية؟ أكيد. أولا اجتماع أمس عادل عبد المهدي ويا الميليشيات الساعة حوالي الساعة 3 الظهر هو أكد بنفسه أنه يريد هذه المظاهرات أن تنتهي بأسرع وقت ممكن. وأنا أقتبس كلمة من كلام البارحة نقلت لنا من عنصر يعني وطني داخل المؤسسة الحاكمة قال لو يموت 200 طلي من المتظاهرين، هذا يقصد بالمتظاهرين سماهم طلي. زين المهم تنهوا لي هذا الموضوع بسرعة، وموضوع الأمريكان أنا أتكفل به ليش إنه هو متفق ويا الأمريكان على إنه سوات تحمي المنطقة الخضراء والمطار. هاي المسألتين إحنا لازم نركز عليه. سيد أبو الحكم من برلين أشكرك شكرا جزيلا للمشاركة. مشاهدينا الكرام يقول أحد المشاركين إيران هي السرطان المنتشر في الجسد العراقي، محمد من نيوزلندا. الله أكبر والعزة لله، لا تفاوض مع اللصوص والإرهابيين حتى إسقاطهم ثوار البصرة، نصرا من الله وفتح قريب. هذا رسالة أخرى يقول السلام عليكم، ردا على سؤالك ما هو المطلب الذي يجب على الحكومة العراقية تنفيذه، يقول تخصيص حصة النفط لكل فرد عراقي، عندها ستحل جميع مشاكل الشعب والحكومة. ليس هذا حلا يا عزيزي لأنه لا يوجد اسم. الشعب الآن يريد إسقاط النظام، هذا هو الشعار المرفوع. حصة نفط لن تعالج أزمة المياه وأزمة المجاري الموجودة في العراق، هذا طبعا جزء من أزمة. السلام عليكم، تحية من تركيا لكل الشعب العراقي الثائر. علاء العراقي يقول استمروا إلى أن يتحقق النصر، وشكرا لقناة الرافدين. يقول نرجو منكم كشف التضليل الإعلامي، نرجو منكم كشف التضليل الإعلامي الكبير على الثورة المباركة، نحن نحاول قدر المستطاع. في رسالة أخرى طبعا الوقت انتهى، السلام عليكم، هذا اعتراف من أحد الشباب يوضح حقيقة اللي دا يصير، أرسل لنا نقاش وحوار دائر على الفيسبوك. ثائر من ابنكم نافع، استمروا بثورتكم الشريفة ضد سراق المال. مشاهدينا الكرام وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، اعتذر طبعا لمن لم نستطع أن نأخذ رسالته، شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.